السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم هانية؟ كي درتو مع الصحيحة؟ نتمنى تكونوا بخير على خير، ولقاكم هالطويجين تا هو في احسن الاحوال وفي صحة جيدة يا ربي، نتوما وليداتكم والاهل والاحباب. كيف غادي مع هاد البرد؟ كي شكون عنده الامطار؟ شكون عنده الثلوج؟ بصحتكم وراحتكم. صراحة الجو ديال الشتا راه شي حاجة اللي رائعة تا هو، وكيدخل طبعا هاد الاجواء كتبغي دائما الاكلات الساخنه. ورجعت معكم اليوم بهاد الطويجين ديال الديك الرومي بالبصل والزبيب، حضرته وقلت نشاركه معكم حتى هو في القناه علاش لا، يستافدوا المبتدئات ونتشاركوا بحال هكا، نعطيو افكار لبعضياتنا. بعض المرات الانسان ما كيعرفش شنو يدير، كيصيب واحد الفيديو بحال هكا في اليوتيوب كيقول ارا نديرو. مهم حتى حنا نشاركوا معكم الاجواء علاش لا. خليكم مع التفاصيل والطريقه ديال تحضير الطويجين على الطريقه ديالي العاديه كما كنحضروا، ما غادي نزيد ما غادي نقص. مهم البنات، اول حاجه كناخذوا واحد الحيمات ديال الديك الرومي على حسب كل واحد شنو كيبغي، كاين اللي كيبغي الصدر، كاين اللي كيبغي من الفخاد. المهم انا كنجيب هاد الفخيدات بحال هكا وكنديروا عليهم واحد شويه ديال زيت العود. اول حاجه كنضيفوا الملح وكنضيفوا القزبر والمعدنوس مقطعين. غادي نشد واحد ثلاثه الفريعات ديال الثوم، غادي نحكهم من بعد غادي نجيب واحد نصف حامضه حتى هو، غادي ناخذ غير العصير ديالو هكا، غادي نديرو فوق الدجاج ديالنا، غادي نعصر شويه ديال الحامض. طبعا البنات راني درت معاكم الطاجين بدون مقدمات، غادي نديرو هنايا واحد نصف ملعقه كبيره ديال سكينجبير، واحد نصف ملعقه كبيره ديال الخرقوم، واحد نصف معلقه ولكن مع مرش ديال الابزار، وغادي نجيبو هنايا واحد شويه ديال الفلفل الاحمر الحار، غادي ندير واحد رشيشات هكا، اللي عنده التحميره يديرها، انا ما كنديرهاش ما كنشريهاش، كندير غير الفلفل الاحمر، وكندير الضامة ديال الزعفران حتى هي باش تعطيني اللون، هي والخرقوم هما اللي كنركز عليهم في الطياب ديالي. وحتى الضامة ديال الزعفران اللي ما كانش كيهتم باللون بلا ما يديرها، انا الاغلب الاحيان ما كنديرش ملونات، كندير داكشي غير التوابل العاديين. لا كان الزعفران الحر كنديرو، لا ما كانش راني ما كنديروش قليل فين كندير ملون اصطناعي بحال هكا اولا ضامة الزعفران. المهم البنات كما كتشوفوا كنضيف واحد شويه ديال الماء هكا باش ما يتحرقوش ليا هذوك التوابل، وكنستمر في التقليب بحال هكايا ديال الحيمات باش يدخل ليهم الطياب على خاطرهم، على نار تكون متوسطه ما مرتفعش بزاف وما ناقصاش بزاف، حقاش كنكونوا واقفين حداه كنبقاو نحركوا فيه بحال هكا، كنخليه واحد الدقائق وكنبقاو عاوتاني ندوروا فيه. كيتشحر لنا هذاك الحيمات مزيان مع هذوك التوابل، وكنضيف هنايا واحد شويه ديال الماء وكنخليه هكاك تقريبا واحد 10 دقائق، كنغطي عليه وكنخليه حتى يبداو دوك الحيمات يطيبوا، وعاد كنزيد عليهم البصل. هنايا شديت واحد ثلاثه البصلات درتهم طريفات هكا شرائح وكنستفوهم فوق اللحم، كنزيد واحد العويد هكا ديال القرفه حتى هو باش كيعطي المذاق، وكنزيدو هنايا واحد شويه ديال الزبيب اللي شديتو نقعتو في الماء، خليت واحد شويه وكنديروه من الفوق، نزينو به الطاجين ديالنا. كما كتشوفوا انا يا الزبيب راني ما عسلتو ما حتى شي حاجه، درتو عادي صافي. في هذه المرحله البنات راه ما كنزيد لا ما لا حتى شي حاجه، كما شفتوا الماء زدتو غير في المرحله فاش كنت كنقلي في اللحم، وزدتو في المرحله الثانيه فاش قلبت الحيمات، خليتهم واحد 10 دقائق لان البصل راه هو كيطلق الماء ديالو بحال هكا بلا ما تحتاجوا تبقاو تكثروا في الماء، وصافي. وكنخليوه على نار مهيله تقريبا، كنخليوه يطيب على خاطره
وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب. كيف ما كتشوفوا راه هو الطريقة سهلة جدا وتقدروا تحضروها، ما تستغناوش عليها البنات مع هاد البرد. طويجنات طويجنات البنات ما تنساوهمش. مهم صحتكم وراحتكم. طبعا الأغلبية ديال البنات تبارك الله كتعرفوا ديروا الطويجنات. الطويجن المغربي طبيعة الحال راه هو أشكال وألوان وأنواع، غير كل مرة وبغيت نشارك معكم داكشي اللي كنوجد في البيت وصافي. وهذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا، المريقة راه هي خاترة، البصلة طايبة، او كما كتشوفوا الزبيب حتى هو راه هو طايب. وبصحتكم وراحتكم، ونتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوش لايك وبسلام عليكم.